هذه كاديلاك إسكاليت سيارة الأسيوفي الفاخرة كاملة الحجم بثلاث صفوف من المقاعد، تتسع لثمانية ركاب وتمنحها مظهراً رائعاً وأداءً رفيعاً وتحكماً فائقاً. مرحباً بك في كاديلاك. اليوم سنأخذك في جولة للتعرف على كاديلاك إسكاليت. تتوفر إسكاليت بست فئات: فئة الفخامة، فئة الفخامة المميزة، الفئة الرياضية، فئة الفخامة المميزة بلاتينوم، الفئة الرياضية بلاتينوم، وفئة إسكاليت في سيريز. الطراز المعروض اليوم هو من فئة الفخامة المميزة بلاتينوم، كما يتوفر طراز أكبر هو فئة إسكاليت ESV الذي يمنحك مساحة أكبر للركاب في الخلف ولنقل الأمتعة. تلفت إسكاليت الأنظار دائماً أينما اتجهت وتفرض حضورها الدراماتيكي بأسلوب كاديلاك الحقيقي. كما ترى إنها أكبر سيارة SUV في مجموعتنا، تبرز القامة الرفيعة لإسكاليت لتعبر عن نفسها بشكل مذهل بهذا اللون الأزرق المعدني الغامق دارك مون بلو ميتاليك، وعجلات الألمنيوم المصقولة بعشر أضلاع قياس 22 إنش مع لمسة دارك أندرويد ونقش الليزر. تتجسد لمسات التصميم المميزة من خلال المصابيح الخلفية Light Blade LED التي تتميز بالعملية والحرفية العالية. توفر إسكاليت ما يصل إلى 3426 لتراً من مساحة الشحن، بينما تضيف الفئة الأكبر حجماً ESV أكثر من 20 قدماً مكعباً لتصل مساحة الشحن الإجمالية إلى 4403 لترات. بالانتقال إلى داخل مقصورة إسكاليت الفاخرة، سنجدها مكسوة بالجلد مع لمسات جيديون ويسبر بيج باللون البني الفاتح. بإمكانك الاختيار من بين مجموعة من خيارات التجهيزات الداخلية وتصاميم المقاعد الفريدة، حيث تم تصنيع كل منها بغاية الدقة وبشكل غني ومعزز مع إضاءة محيطية تشمل 26 خياراً من الألوان. ومع مساحة جلوس تتسع لثمانية ركاب، ستجد رحابة مذهلة تستوعب جميع الرفاق. استمتع برحلاتك بمنتهى الراحة مع المقاعد الأمامية المتوفرة القابلة للتدفئة والتهوية والمزودة بخاصية التدليك. كما تستمر تجربة كاديلاك مع الأجواء الموسيقية المميزة، فهي مجهزة بنظام AKG Immersive مع 19 مكبراً، أو بنظام Studio Reference المتوفر مع 36 مكبراً الذي تم ضبطه بشكل احترافي ليمنحك تجربة استماع مذهلة بزاوية 360 درجة. كما يشتمل نظام إسكاليت الصوتي على نظام تعزيز المحادثة الذي يقوم باستخدام ميكروفونات في جميع أرجاء المقصورة ليسمح لركاب الصف الثاني والثالث التواصل بمنتهى السلاسة. ومثل كل شيء في إسكاليت، تم تصميم تقنيات المقصورة لتوفر أقصى درجات الراحة، حيث تتمتع إسكاليت بشاشة OLED المنحنية الأولى من نوعها في عالم صناعة السيارات مع أكثر من 38 إنش من إجمالي حجم الشاشة المائلة. وهذه الشاشة الفريدة التي تعمل باللمس قابلة للتخصيص وتتميز بضعف كثافة البكسل الموجودة في تلفاز 4K، مما يجعلها توفر صوراً جريئة ودرجات ألوان سوداء مثالية. بمجرد لمسة بسيطة بإمكانك الوصول إلى برنامج مستخدم كاديلاك عبر الشاشة التي تعمل باللمس أو أداة التحكم الدوارة. ويمنحك النظام أيضاً إمكانية توصيل هاتفك الذكي للوصول إلى أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو المتوافقة. كما يشتمل نظام الترفيه المتوفر في المقاعد الخلفية المزود بأكبر شاشتين في فئتهما تعملان باللمس قياس 12.6 إنش، مما يمنح الركاب في الخلف إمكانية التحكم أثناء البث والألعاب والموسيقى والأجهزة المتصلة. وفيما يتعلق بأداء وقوة إسكاليت، فهناك خياران مختلفان للمحرك. المحرك المعروض هنا هو V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصاناً وعزم دوران يبلغ 624 نيوتن متر. أما فئة V-Series فتقدم مفهوماً جديداً للقوة مع محرك V8 فائق الشحن المصنوع يدوياً سعة 6.2 لتر بقوة تصل حتى 682 حصاناً وعزم دوران يبلغ 885 نيوتن متر. تستخدم القوة الدافعة لكل محرك ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، وتوفر قدرة قطر قصوى تتراوح ما بين 3175 إلى 3629 كيلوغرام. كما يتوفر أيضاً نظام التعليق الهوائي المتكيف ونظام التحكم المغناطيسي بالقيادة الذي يمنح إسكاليت استجابة سريعة وسلاسة استثنائية في جميع الرحلات حتى لو بلغت الحمولة الحد الأقصى. وفيما يخص السلامة والأمن، تم تزويد إسكاليت بنظام كاديلاك الذكي بشكل قياسي. يشتمل هذا النظام على مجموعة من مزايا السلامة ومساعدة السائق، بما فيها نظام الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة ونظام التذكير بالمقعد الخلفي ونظام الفرملة لمنع الاصطدام بالمشاة في الأمام وغيرها الكثير. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد تم تزويد إسكاليت أيضاً بشكل قياسي بتقنيات متطورة مثل نظام الرؤية المحيطية HD التي تستخدم أربع كاميرات خارجية لتزويدك بصورة علوية لما يحيط بالسيارة. هذه مجرد بعض المزايا القليلة للسلامة ومساعدة السائق المتوفرة في إسكاليت. لمعرفة المزيد عن إسكاليت، قم بزيارة موقع cadillacarabia.com.